نحن أهل علم وأدب، ونستطيع الوصول للعالم من حيث موجنا. الطموح والتميز حكاية من التفوق والنجاح، تروى فصولها من شواطئ جزر خراسان الحالمة في قصة مثابرة واجتهاد، بطلتها صبا بنت محمد عقيلي، الطالبة في الصف السادس الابتدائي في الابتدائية الأولى بخراسان، التي حققت جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج العربية للتفوق الدراسي في دورتها الرابعة عشرة لهذا العام. أمنيتي أن أرفع اسم وطني في سماء الإبداع والتميز، وأن يكون اسمي مخلد بين المبدعين والمميزين، وطموحي أن أرسم صورة للفتاة المسلمة في كل المجالات. منجز جديد حققته صبا عقيلي، ومثلت الوطن خير تمثيل، وخطفت جائزة المرحلة الابتدائية بنات من مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي. بعد فضل الله وعونه وتوفيقه، أرى أن تنظيم الوقت هو أساس التفوق والإنجاز، ووضع أهداف بعيدة المدى وأهداف قريبة المدى زي الأهداف اليومية، وأيضا المشاركات اللاصفية فهي تدعم التفوق الدراسي بصورة كبيرة، كالمشاركة في برامج موهبة والإرشاد والنشاط الطلابي، لأنها توسع المدارك وتنمي المهارات وترفع الكفاءة. أحب أن أشكر مكتب التربية العربية لدول الخليج للتفوق الدراسي على إتاحتهم هذه الفرصة لي، وأحب أشكركم أنتم لأنكم أنتم خليت يعني أتحتوا لي الفرصة أني أكون هنا. أحلام صبا تعانق السماء، طموح كبير لمواصلة التفوق والنجاح، وتميز كان لدعم أسرتها ومدرستها وفريق العمل بإدارة التوجيه الطلابي جانب في إبراز هذا المنجز. فوز صبا بهذه الجائزة يعني فرحة كبيرة لكون والدها ولأفراد العائلة. صبا مجتهدة ما شاء الله تبارك الله من صغرها، مثل باقي أخواتها وأخوانها ما شاء الله الله يبارك فيهم. الفضل لله يعود ثم الاجتهاد. أم صبا الله يعطيها العافية يعني كافحت كثير، وهدفها دائما تميز أبنائها، وأنا كوني كأب مجرد يعني أني أساعد في هذا المسار إن شاء الله. طبعا التميز طريق طويل يعني، فلله الحمد بنتي صبا وضعت رجلها ووضعت قدمها على أول الطريق إلى الأمام إن شاء الله في جوائز أخرى وتميز أكبر بحول الله تعالى. ليس للتفوق حدود، وليست المعوقات حاجزا أمام التميز، فهذه ابنة جزر خراسان صبا عقيلي تجاوزت الحدود وتخطت جزيرتها المعزولة بالبحر لتحقق أعلى جائزة للتفوق في الوطن العربي، لترسم صورة مشرقة لبنات الوطن. محمد اليامي، جزر خراسان.